أقامت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة سوهاج، أقامت دورة تدريبية بهدف تنمية مهارات منسوبيها لمواكبة التطور التكنولوجي بين أعضاء هيئة التدريس. التفاصيل في التقرير التالي للزميلة نجوى سيف النصر. أقيمت تحت رعاية الدكتور علي عبد الموجود عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة سوهاج دورة تدريبية لتنمية مهارات منسوبيها برعاية معيار الجهاز الإداري، وتم مناقشة معيار التخطيط الاستراتيجي رؤية الكلية لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة الكلية وملاحقة التطور التكنولوجي. بالنسبة للدورة هي رفع قدرات أعضاء الهيئة الإدارية، وكان قبل الدورة كمان عملنا جلسة عصف ذهني عن التعريف بمفهوم الرؤية والرسالة للكلية، إن هي تسعى للريادة والتميز وتنشر رسالة الأزهر في الوسطية وخلق المجتمع الشباب المتكافئ في المجتمع لإيجاد فرص عمل في مجال العمل أو في سوق العمل مؤهلين لذلك. فبالنسبة الدورة دي هي رفع قدرات أعضاء الهيئة الإدارية، وده بيعود بالنفع على الجامعة وعلى الكلية وعلى الجودة وعلى الدورة. فملف الجودة في كثير من الدورات بالنسبة للهيئة الإدارية، في ملف العلاقات دورات عن العلاقات العامة، في دورات عن الأمن والسلامة، في دورات عن الوثائق والمكتبات، في دورات عن صيانة الأجهزة. يعني هي أولى سلسلة دورات في ملف الجودة للجهاز الإداري لرفع إمكانيات وقدرات أعضاء الهيئة الإدارية، وده طبعا بيخدم على معيار الجهاز الإداري، لأنه من أهم المعايير، لأن الجهاز الإداري الطالبة مجرد ما بتدخل الكلية أصلا بتتعامل مع الموظف، لما بتقدم ملفها بتقدم إلكتروني، بعد كده تيجي تتعامل مع الموظف اللي بيعمل لها الكارنيه موظف أو موظفة، اللي بيتعامل معاها مثلا في أي حاجة، اللي بيعمل لها الجدول، اللي بيعمل لها مثلا رقم الجلوس، اللي بيعمل لها أي حاجة. فهي تعاملها أصلا، يعني الجهاز الإداري هذا أساس العملية التعليمية، وهو يرفع بذلك يعود بالنفع على العملية التعليمية في الكلية وعلى جامعة الأزهر عموما. بعد حمد الله تعالى وفضله ومنته، اعتادت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج على تقديم الدعم الفني والمعنوي للسادة المنسوبي الكلية، من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم وكذلك الهيكل الإداري في الكلية. وعلى سبيل المثال يتم اليوم بمشيئة الله تعالى عقد دورة تدريبية في الورد الكمبيوتر لتدريب وتطوير العاملين جميعا كما ذكرت، على أساس تقديم مستوى أعلى علميا ومواكبة للعصر الحالي من حيث استعمال الكمبيوتر. طبعا استفادة كبيرة، وخاصة ان احنا في عصر التطور والتحول الرقمي، وطبعا احنا داخلين ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا على الجودة، فلازم اي مكتب في كلية الدراسات لازم يكون ملم بالدورات، دورات الإلكترونية اللي هي الخاصة بالكمبيوتر، دورة التحول الرقمي ان شاء الله فيما بعد. فإن شاء الله طبعا هتفيد كتير في مجال رعاية الطالبات، من ناحية الأعداد ومن ناحية الجوائز ومن ناحية حاجات كتير. ده احنا يعني أساس التحول الرقمي هو بيبقى في رعاية الطالبات. دورة تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والأعضاء العاملين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج لمواكبة التطور التكنولوجي. كنت معكم نجوى سيف النصر، طيبة.